الفيلم تم التصوير ديالو في اجواء جد جد جميله اللي كان عجبنا في الحال حنا كاملين، لا فريق تقني ولا فريق فني. سيف خوي اللي غتشوفوه اليوم ان شاء الله ديال المحبه، ديال الصداقه، ديال الاخوه، ديال الاحترافيه، ديال بزاف ديال الحوايج. البروفيسيوناليزم اكثر حاجه كانت حاضره معنا في الفيلم اللي غتشوفوه اليوم واللي غتحتفلوا معنا به. حنا اليوم عرضنا الحباب والصحاب لافون بروميير اللي غادي يشوفوا معنا لو فخوي الزوين ديال هذا الفيلم هذا. الوغ الشخصيه ديالي انا في فيلم الكنز هي شخصيه ديال رقيه، مرات حمدان الشوفور ديال الطاكسي اللي كيجيب لينا السيد اللي غادي نقلبوا معاه اللي هو محمد الحوضي، السيد اللي غنبداو نقلبوا معاه على الكنز واللي غادي نلقاو معاه الكنز، فغادي تبدل حياه رقيه وحمدان اللي كانوا ما يكسبوا ما يعلموا، كارين بيت مع الجيران، فغادي يوليو من لاباس عليهم لاباس عليهم. العمل مع مريم قدميري بالعكس بنت مثقفة كما تنقول لك موهوبة، كان هذا أول عمل لها، فكانت كتصنت كتبغي كان راسها صغير، هادشي بنقول لك. والتجربة ديالها كسينمائيا غادي تعطي إن شاء الله الأكل ديالها، وعلاش لا غادي نشوفوها في حوايج أخرين. وهنا كنقول لك مريم جو سوي فان دو توا. جديد هو ان شاء الله مسلسل قلب مريض اللي كنصوروا فيه الفائده القناه الثانيه اللي غادي يكون في شهر رمضان المبارك، وفيلم تلفزي مع دريس صواب اللي تشهى خاطري قريبا حتى على القناه الاولى.